لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوهي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 21 من الكتاب 43 كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة طه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام الترمذي في سنن الحديث 60 بعد 403,000 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر قفل يعني رجع إن كفأ قفل رجع كل ذي معنى واحد لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وخيبر كانت سنة 6 هجري سبعة يعني سبعة هجري تقريبا خير لأن بعدها على طول فتح مكة سنة 8 صلح الحديبية سنة 6 خيبر 7 فتح مكة 8 لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرم يعني إيه؟ يعني سار ليلا أسرى يعني سار ليلا عائدا إلى المدينة ليلا يبقى أسرى هو المسافر ليلا أسرى ليلة حتى أدركه الكرى يعني النعاس حتى تعبوا وأرادوا أن يناموا أناخ أناخ يعني إيه يعني أمر البعير أن تبرك اللي هي وسيلة السفر في أيام البعير يعني إيه؟ أناخها يعني أقعدها حتى يستريح وينام أناخ فعرس يعني نزل ليلا ليستريح يبقى عرس نزل ليلا ليستريح ثم قال يا بلال اكلأ لنا الليلة اكلأ يعني إيه؟ ارقم احرس يعني رقب لنا الفجر حنام يا بلال ورقب لنا الفجر واحرس لنا الوقت يعني الزمن حتى لا يضيع علينا وقت الصلاة ثم قال يا بلال اكلأ لنا الليلة قال فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر أم نام سيدنا بلال صلى شوية كده وبعدين لقى نفسه إيه قاعد يستريح كده وقاعد يبص في الأفق جهة الشرق لأن الفجر بيطلع من ناحية الشرق علشان يرقب كده ايه ضوء الفجر او المي يقوم يأذن ويصحي الجيش ثم تساند الى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه هو سيدنا بلال تعبان رخر زي بيت الجيش نام غلبته عيناه نام وهو ايه قاعدا فلم يستيقظ احد منهم وكان اولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا لما الشمس ايه لسعتهم يعني النهار طلع وضاع وقت الفجر منهم وكان اولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال بابي انت يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تنام عيني ولا ينام قلبي ازاي يفوت الفجر نقول له ان العين ترقب الوقت والضوء أما القلب يرقب الوحي والفكر فقلبه الذي هو محل الوحي لا ينام
لكن العين اللي هي محل النظر للأكوان تنام. فإيه المشكلة؟ دخول الوقت ده نظر للأكوان، حركة الشمس في الكون، قد تنام عين النبي عنها لا بأس، هو تنام عينه عن الأكوان ولا ينام قلبه عن المكون، فما فيش تناقض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، قال لهم ما تصلوش هنا بقى لأن هنا شيطان نيمكم، في الوادي ده في شيطان، اقتادوا يعني قوموا مش هنصلي هنا. هذا الأمر خاص بالنبي، يعني أنت لما يروح لك نومة في مكان لا يشترط أنك أنت تغير المكان عشان تصلي. ليه؟ لأن أنت لا تدرك الشيطان هنا ولا مش هنا. يبقى ده أمر نبوي متعلق بالأنبياء. يعني أنت لما يروح لك نومة في مكان في موضع ما وضع عليك الوقت لا يطلب منك أن تغير موضعك حتى تقضي ما فاتك بسبب النوم. اقضي ما فاتك في نفس المكان. لكن النبي هنا لأنه نبي يوحى إليه قال اه ده في شيطان جه في الوادي ده ونيم بلال علشان يضيع علينا كلنا، غيروا المكان ده، اقتادوا ثم أناخ. وبعد ما مشوا شوية كده بعدوا عن هذا الوادي أناخ نزل تاني وقال لهم بقى اتوضوا ونصلي بقى. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى. يبقى إيه؟ يسن الإقامة للصلاة المقضية، يسن الإقامة للصلاة المقضية، ويجوز الجماعة في الصلاة المقضية. فالنبي صلاها بعد وقتها وأقام لها الصلاة وصلى بالناس إماما. فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، يعني صلاها زي الصلاة العادية في وقتها بالظبط. تمكث يعني في أناء مش في عجلة بقى. ثم قال أقم الصلاة لذكري، أي لتذكري إذا نسيت بالنوم وغيره. يبقى ده أحد تفسير، أقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكر الله، أو لذكري أي لمجرد تذكرك ما نسيت، أو لمجرد استيقاظك بعد النوم، فإن ليس في النوم تفريط. النبي يقول إيه؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، لأن رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. يبقى لو واحد راحت عليه نومة وقام يصلي بعد ما انتبه لا تفريط في هذا الفعل. ليه؟ لأن التفريط إنك أنت تبقى راقد لكن منتبه وسامع الأذان، وبعدين تروح منيم نفسك، هنا التفريط لأنك كنت منتبه وسمعت الأذان. لكن أنت يأتي لا تفريط في النوم إن كنت غافلا عن الأذان لم تسمع شيء وراحت عليك النوم، خلاص معلش ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أقم الصلاة لذكري. قال هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي هريرة وصالح بن أبي الأخضر، يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظ. هذا الحديث ضعيف الإسناد إلا أنه أيضا وارد في تفسير الآية ويوافق اللغة ويوافق الحادثة وجاء من طرق أخرى، فيعتد به كأحد وجوه التفسير. باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب بغدادي قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. وعن أبي قال حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي والفضل بن سهل الأعرج بغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح
قال حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، يعني عنده عبدين يملكهم، يكذبونني، يعني بيكذبوا علي، يكذبونني يعني يكذبوا علي، ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم. طبعا بيعملوا كده، بيقوم يعمل ايه فيهم؟ يشتمهم ويضرب. فكيف انا منهم؟ حالي معاهم ايه في الاخره؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم. ربنا يحط عقابك قدام اياهم، قدام المعصيه اللي عملوها. لو عقابك وافق معصيتهم قدها يبقى خلاص ليس عليك شيء، ولو كان عقابك أقل من معصيتهم يبقى ليك فضل وثواب عشان عفوت عن جزء من إيه؟ من ده. طب ولو عقوبتك أشد ربنا يقتص لهم منك. فهمت بقى إزاي؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ده تفسير للآية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. في الكفة الثانية، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وثواب ليك عليهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم يعني أكثر من ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. ليه؟ خايف بقى، خايف لحسن يطلع انه لما عاقبهم عاقبهم اكثر من ايه؟ من جريمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرا كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحبة الخردل دي 4000 منها تعمل جرام، يعني واحد على 4000 من الجرام، وده نموذج لدقالة الايه؟ ما يوزن اي شيء، يعني مش هتضيع حاجة. فقال الرجل والله يا رسول الله ما اجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، احسن حاجة يفرقوني ويبعدوا عني بدل ما تبقى المشكلة كده. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. وعنه به قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث. وقلنا الكذب في حق الأنبياء من باب التعريض وليس الكذب الحقيقي، إلا في ثلاث: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، فنظر في النجوم فقال إني سقيم. يعني إيه؟ لما رايحين هم يحتفلوا بالعيد بتاعهم بتاع أصنامهم وقالوا لسيدنا إبراهيم تعالى معانا، قام نظر للنجوم كده، وكان زمان النظر للنجوم يستطلع الغيوب، فقال له أنا شكلي كده داخل على مرض، النجوم بتقول لي كده إن أنا هعيا إني سقيم. فأوهمه إنه يستطلع النجوم لمعرفة الغيوب، وهو لم يكن سقيما في الحقيقة علشان يسموه ويمشي، ولكن سقيم بمعناها سقيم من إيه؟ من اعتقادكم في الأصنام الألوهية والعبودية، يعني أنا مريض بسبب سوء اعتقادكم، لكن هذا المعنى بعيد عن ذهنهم. فيبقى إيه التعريض إيه؟ يقول معنى
بيقول كلمة لها معنيان، معنى قريب في ذهن السامع غير مراد، ومعنى بعيد في ذهن القائل هو الذي يريده. فاهم؟ يبقى اسمه التعليل. زي ما النبي في طريق الهجرة كده بيسأله واحد يقول ممن أنتم؟ لو قال له من قريش خلاص تبقى مشكلة، والناس كلها كانت إيه بتبحث عن النبي عشان تاخد المكافأة بتاع قريش. لو قال له من قريش يبقى مشكلة، هيعرض نفسه للخطورة. ولو قال أي حاجة تانية من مضر من أي حاجة هيبقى إيه على خلاف الحق. أما النبي قال له إيه؟ من ماء. وربنا بيقول واجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى كلامه صح. أما الراجل التاني سمع ماء، هو كأنه بيسأل عن قبيلة. هل هي في قبيلة اسمها ماء؟ ماء اليمن ولا ماء العراق ولا ماء الكوفة؟ بقى مش عارف. لكن هي إيه؟ كلمة وطلعت. أهو ده معنى التعريض بقى. تقول كلمة تحتمل معنيين. هو بيسأل عن قبيلة، فالنبي قال له ماء، فهو افتكر إن في قبيلة اسمها ماء. والنبي قصد وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالنبي صادق من جهة، والرجل فهم معنى آخر من جهة، أو ده يسمى إيه؟ التعريض. فكان كذب الأنبياء من هذه الجهة بالطريقة دي، ما يجيبلوش كذب محض. فاهم؟ يبقى قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي لما دخل مصر كان فيها جبار، وسارة كانت أجمل نساء عصره، وكان في جبار يحب النساء الجميلات. أول ما دخل سيدنا إبراهيم وسارة شافوه أتباع الملك، راحوا للملك قالوا له إحنا شفنا لك واحدة ملك الجمال، هي لا تصلح إلا لك. فأرسل إليها علشان إيه؟ تذهب إلى القصر عنده. لو سيدنا إبراهيم قال لها قالت له إنه زوجي، يبقى يعمل يقتل زوجها. لكن قال لها قولي له أختي ولن يمسك بسوء، يعني أختي في الدين، هو يفتكرها أخته في النسب. فهمت بقى؟ أدي التعريض. وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، لما حط الفاس على ايه راس اكبر صنم بعد ما كسر الاصنام، ولما جم قالوا مين اللي عمل كده في الهتنا، قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم. وهو ايه كبيرهم هذا؟ شوف يعمل كبيرهم هذا وبيشاور بصباعه، ده صباعه ده اللي كان ماسك القدوم، وفي نفس الوقت بيشاور لهم على الكبير الصنم الكبير. هم افتكروا انه يستهزئ بيهم. فاهم؟ ادي طريقة ايه؟ كذب الأنبياء، ليس كذبا محضا بل على من باب التعريض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب ابن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي. يبقى ده من جيل الصحابة اللي هيؤخذوا من أمة النبي دول إيه، ويزالوا عن الحوض، دول من الصحابة بدليل قول النبي أصحابي. لكن إحنا إخوانه، ما قالش ربي إخواني، قال أصحابي، يبقى من جيل الصحابة. وعشان كده اختلفوا فيهم العلماء مين هم يا ترى. الشيعة والروافد قالوا يبقوا ايه؟ كل من وقف ضد سيدنا علي هم دول اللي هيزالوا عن الحوض. دول الروافد قالوا ايه؟ اهل السنة قالوا ايه؟ قالوا لا، دول اللي ارتدوا بعد وفاة النبي وماتوا على الكفر، فكانوا في حال حياة النبي اصحابه ثم ارتدوا وكفروا حتى لا نعيد في الصحابة.
Father. فأقول رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللي هو سيدنا عيسى، يبقى العبد الصالح هنا اللي هو إيه؟ سيدنا عيسى ابن مريم. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يبقى دول الذين ارتدوا عن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، على الراجح من أقوال المفسرين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه، قال هذا حديث حسن صحيح، ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه، قال أبو عيسى كأنه تأوله على أهل الردة. باب ومن سورة الحج. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار من ذريته، وسيدنا آدم إيه عرضت عليه ذريته، فريق في الجنة وفريق في السعير، فعارف أهل الجنة من هو ذريته وعارف أهل النار من ذريته سيدنا آدم أبو البشر. يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فقال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، يعني واحد في الألف من ذرية آدم في الجنة وتسعمائة تسعة وتسعين في النار. قال فأنشأ المسلمون يبكون، فالصحابة بكوا، يعني فرصة نادرة، فرصة نادرة أن تكون من أهل الجنة بقى واحد في الألف، فبكوا خافوا. فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. يعني إيه؟ ما فيش نبي يجي إلا بين يدي يسبقه جاهلية، يعني كفر. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية، يؤخذ العدد دول من الكفار اللي هم كانوا إيه؟ غير أتباع للأنبياء. فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، والرقمة الدائرة يعني الدائرة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير العلامة، يعني الشامة اللي هي العلامة. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. ولا أدري قال الثلثين أم لا. وطبعا وردت الأحاديث إن هما التلتين بعد، لأن قال إن أهل الجنة إيه؟ أهل الجنة 120 صف، 80 منهم من أمة النبي، و40 صف من سائر الأمة، يبقى إيه؟ أمة النبي تلتين أهل الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه بالسير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي يعني قدموا بسرعة، حثوا المطي يعني تعجلوا حتى يقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. حثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله، عرفوا أن الرسول يريد أن يبلغهم أمر. فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة، فلما يعني ما ابتسموش، يأسوا يعني كشروا خافوا، أبدوا بضاحكة. الضواحك اللي هي إيه؟ الضواحك اللي هي النواجذ، سموها الضواحك. لم يبدوا الضواحك يعني لم يبتسموا، حتى ما أبدوا بضاحكة يعني لم يظهروا ضواحكهم يعني أسنانهم التي تظهر عندما يبتسم الإنسان ويضحك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول من ولاد آدم أعداد ضخمة، هيكمل الألف منهم ما تقلقوش، وانتوا تعدوا تسيبوا من أهل الجنة لأن دول أعداد ضخمة. ومن مات من بني آدم وبني إبليس كمان، خد بالك يعني يأجوج ومأجوج دي إيه؟ مش بيقول إيه خليقتين، يأجوج ومأجوج دول نوع كثير أعداد كبيرة، ونوع تاني ومن مات من بني آدم وبني إبليس على الكفر يعني. قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون، فقال اعملوا وابشروا فوالذي نفس محمد بيد ما انتم في الناس الا كالشامة في جنب البعير او كالرقمة في ذراع الدابة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن ابي قال حدثنا محمد بن اسماعيل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، كأنه عتقه الله من أن يسيطر عليه جبار. يبقى عتيق يعني معتوق من أن يقهر. إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. كل ده ليه؟ عشان في سورة الحج ثم محلها إلى البيت العتيق، فجاية في سورة الحج. وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وإسحاق ابن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم لا يهلكن، فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لا قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال: هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرحمن ابن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن سعيد بن جبير قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل: أخرجوا نبيهم، فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونقف على باب ومن سورة المؤمنون غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم.